على الرغم من الرياح الهوجاء التي تهب على مدن الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، فإن السلطات الصينية صنفت مويفا باعتباره عاصفة وليس إعصارا. البلاد عرفت هطول أمطار غزيرة أوتت بحياة 30 شخصا. العاصفة الاستوائية إذن تتجه نحو كوريا الشمالية. السلطات لم ترد المجازفة وأمرت نحو 20 ألف قارب صيد بالبقاء في الميناء. 870 ألف شخص تم نقلهم على جناح السرعة من المنطقة الساحلية للصين، 360 ألفا منهم من ضاحية تشاندوغ. عملية النقل تمت في ظروف صعبة للغاية. الرياح القوية أسقطت اللوحات الإعلانية وقطعت الكهرباء لفترة وجيزة عن منطقتين سكنيتين على الأقل بشانغهاي.